صباح الخير، صباح الفل، صباح الياسمين، يسعد كل اوقاتكن كن حباتي وين ما كنتوا. رجعت لكم فيديو جديد حبايبي. فكرة فيديو اليوم مثل ما شفتوا بالعنوان هو الواقع ضد الخيال. عن جد يا جماعة انه هذول شغلات بتصير معنا دائما بالحياة اليومية. انا من الاشخاص انه هذول شغلات دائما بتصير معي، وحبيت اعمل فيديو عن هذول شغلات واشاركها معكن. اوكي حبايبي، قبل ما نبلش فيديو اليوم، اللي يكون جاب قناتي بتمنى تشتركوا بقناتي، كما تضغطوا على زر الجرس وهو صغير الاسفل الفيديو مشان دايما يصلكن شعار كل ما منزل فيديو جديد على قناتي. وكمان لا تنسوا تحطوا لايك للفيديو، اكتبوا لي بالكومنتات شو الشغلات التانية بتصير معكن بالحياة اليومية. اوكي حبايبي، خلينا نبلش فيديو اليوم، ليتس جو. Thank you.
عندي وقت دراسة. عن جد ما بحب الدراسة اللي شغلي بالسور يعني. خليني أشوف شوفي بالإنترنت. بلا دراسة بلا بطيخة. لك دخيله على هالجمال، جمال رباني. ما أحلاني. هلا نحن بنات جبال نظبط حالنا ونحط مكياج. اي والله هيك على الطبيعة أحلى. يلا بلا مكياج وبلا بطيخ، خليني هيك على طبيعتي أحسن شيء. هيك احلى بلا مكياج وبلا بطيخ على الطبيعه. اوكي حبايبي هاي كان فكره فيديو اليوم، ان شاء الله عجبكم. يا رب استمتعتوا معي. بتمنى تحطوا لي بكومنتات تحت هدول مواقف صايرين معكم بالحياه اليوميه ولا لا، واذا صايرين معكم مواقف ثانيه وما عملتها بفيديو اليوم بتمنى كمان تحطوا لي بكومنتات تحت. اوكي حبايبي بحبكم كثير كثير، واستنوني بفيديو جديد. باي.